تعالوا نتابع الطقس النهارده بيقول ايه، خاصة منذ بدايات فصل الصيف. ارتفاعات في درجات الحرارة، ارتفاعات في نسب الرطوبة، وكمان يعني مع التغيرات المناخية الغريبة اللي بنعيشها بسبب طبعا الاحتباس الحراري في العالم كله، لكن مصر بتتأثر. يعني واحنا في فصل الصيف والناس بتصيف، مثلا امبارح كانت ارتفاعات الموج في البحر المتوسط وصلت لأربعة متر في بعض الأوقات، وده طبعا كان بيمنع المصيفين من ان هم يستمتعوا بنزول البحر وممارسة الأنشطة البحرية. ده بيبقى غريب قوي في فصل الصيف. يعني خلونا نشوف بيان هيئة الأرصاد النهاردة بيقول إنه الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حر رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء. هيئة الأرصاد كمان بتتوقع إنه هيكون في نشاط للرياح على كل المناطق، ووجود كمان اضطراب في الملاحة البحرية برضو زي امبارح على شواطئ البحر المتوسط، مطروح، الضبعة، العلمين، واسكندرية وبلطيم ودمياط. سرعات الرياح هتوصل من 50 ل 70 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 ل 3.5. خلونا نستعرض التفاصيل، درجات الحرارة هل في اختلافات ولا لا؟ خلونا نشوف في هذا البيان، لكن يعني هي اكيد هتستقر عند درجات مرتفعه. النهارده القاهره 35، ودرجات الحراره كمان بتزيد، ويقال انه هذا الصيف هيكون الاسخن، درجات حراره بترتفع، وكمان للاسف يعني ده مش هيكون وضع استثنائي. خلونا واحنا بنشوف في باقي المحافظات برضو اشرح لكم ليه مش هيكون وضع استثنائي، يعني مش الصيف ده بس ودرجات الحراره في السنوات القادمه مش هتنزل، لانه الاحتباس الحراري والغازات المسببه للاحتباس الحراري ترفع درجه حراره الارض. فلا، على العكس، ده متوقع انه درجات الحراره تزيد كل مدى لو ما تمش السيطره على الوضع ده والغازات المسببه للاحتباس الحراري، ونلاقي درجات الحراره بتزيد بشكل ملحوظ. خلونا برضو نشوف شرم الشيخ والغردقة، هي يعني دايما بتزيد فيها درجات الحرارة، لكنها لحد دلوقتي عند معدلات معقولة، 39 درجة دي العظمى. الغردقة هتكون نفس الشيء، لكن طبعا في الصعيد درجات الحرارة بتتخطى الأربعين. أسيوط النهاردة 37، دي بالنسبة للصعيد، دي أجواء لطيفة يعني. نشوف بقى أقصى صعيد مصر، الوادي الجديد 40، وأسوان النهاردة 41، درجات حرارة أقل من امبارح. يعني أسوان امبارح أظن كانت 42 أو 43 مع نسب رطوبة بتوصل الإحساس بالحرارة ل 45 يمكن. فالنهاردة الجو أفضل لكنه مازال حر، بالليل درجات الحرارة بتقل لكن في رطوبة برضو بتشعرنا إنه الجو يعني حر، الجو مش مفيش النسمة الحلوة اللي كانت بتيجي في فصل الربيع دي. لكن على كل يعني هي أجواء مازالت جميلة، استمتعوا بهذه الأجواء الصيفية الرائعة.